بطبيعة الحال ما أجاوب رقم غريب لو ميركل تتصل علي. قالت ماكو رقم غريب ما اتصل ما جاوبته. قلت له هلا حسين عبالي أنت. بس بخصيت مدي يا حسين بتساكن مية بشايد إيش لي بتشوف الله إيش كان لش يا أبا وروكم سيدي مدي زنو يا قاط دان بافون بسيت ما الناس بلا ايش كان لوسيا ابا تبكي شلون؟ قلت لي ليش تبكين؟ ليش تبكين؟ قلت لها الحياة ما تستاهل واحد ينزل دمعته على مودها. قالت انت من النوع اللي مستعدة طول عمره ابكي عليك. قالت وش تريد؟ انا بخدمتك. وقالت والله العظيم البارحة يعني اول بارحة حلمت انت راح تجي علي. وحلمت قالت خليتني محبس بايدك. قالت ايش بالرنك ان داينا فينجر؟ قالت انا محبس بيدك بعد شي تريد اكثر من هذا الشي؟ وانا ابوي كبير كان بالجيش الالماني. قالت انا بالتشتيفانة ولا اسمه كانوا ياخذوا له سلام خذ. انا ذاك سلام خذ ياخذوا لابوها فوج كامل يوقف ياخذ سلام خذ لابوها. قالت وانا كنت صغيرة اجي ويا ابوي ضباط عليها العتب. قالت كان هذا اللي يعطيني هديه هذا المدري شنو بس حاكي ان الوالد يريد ننزل اجازه مدري شنو وكان العنفوان تارس عيوني. قالت انت كسرتني كسرت هيبتي من انت فيربس دو بهبت. قلت لها شكوم هاوس ديم عراق او باصن؟ قلت لها ترى انا ابن العراق. شكوم هاوس ناصريه؟ قلت لها الهوى بصدري شاب قانق نشتات ناصريه. دير بالك واياك الزلين بكلمة لأن أنا لحد الآن جاي أفكر راح تصيرين لو ما تصيرين. قالت يعني أنت جاي تفكر بي؟ قلت لها قاش قد تريد إقامة؟ قلت لها بس جددي لي 6 أشهر. كان قال لي هاي الجنسية الله روح هاي الجنسية روح أما هنا أنا كلها بديهم بيد الموظف هاي الجنسية الألمانية. قالت هاي الجنسية الألمانية بعد. قالت يلا روح شو صدقت جاء علي معلقته موظفة عاملة بلطف محبس بيدك تقول لك كفيلكم الله شباب تقول لك خليتني محبس بإيدك وتقول لا ما صرت إلي مستعدة طول عمري ما يدخل علي رجال مستعدة طول عمري ما يدخل علي رجال تقول لا أنت ما صرت إلي شباب. هذا الكلام كله بس أرد أوصل لك فكرة من الحياة لا تكسر نفسك قدام مرة مهما كانت درجة جمالها لردع المخالفة والزجر غيرها لأن اليوم بس تكبر رأس وحدة الثانية كبر رأسه لردع المخالفة والزجر غيرها. شباب خلي قلبك حجر شبيك بس وحدة ضحكت بوجهك قمت تبكي أحبك أموت عليك مقدر وضعك انت كنت حاط دعاية مات جواري بالمحفظة ماتك مقدر وضعك بس لا تطمن نفسك اكثر من اللازم. ايش وقت تصيرون زلم مع احترامات للزلم الزينين لان سبب دمار الارض المرة لا تحكي سرا للنساء وتبوح لان النساء عبيدا للشياطين. امنا حواء غرت ابونا ادم وانزلته من جناح الفردوس الى الطين. رب العالمين قال للآدم هاي الجنة كلها لك سلام الله عليك آدم بس ديك التفاحة لا تروح يمها راحت حوراح وراحت نزلها للأرض قال له واجبك بالأرض بس عبادة رب العالمين لأن ملكتك الجنة هاني والدولة العثمانية اللي كسرها مرة السلطانة هيام شبيك انت هنا أنا قاعد لبوربا تبكي طابة بحالة نفسية أحبها أموت عليها من هي اللي تحبها؟ أمي هي الملكة التي رأتها عيني بعد غيرها ما تصير. شبيك انت شغلك وأمورك وجتبكي أموت عليها أحبها حتى المرأة ما تحب الرجال الضعيف. هسه انت ليش تقول أبو شاهين هنا النسوان يموتن عليك لأن وجه ما أعطيهن كفيلك هاي نعمة الله وجه ما أعطيهن ملكات جمال اجن علي شباب وحق لا إله إلا الله أكبر شخصية ينكسر كيانة وعنفوانة تجاهن. قلت لها يلا روحي
روح قلت لها لا ياك. قالت بس اريدك تحبني، كل شيء ما اريد من عندك، بس اريدك تحبني، شين المفتاح اللي افتح بيه قلبك؟ فهمني، انت شايل قلب لو حجر. قلت لها انا من شايلات الدنيا، ترى قلبي صاير تشوب مال بايسيكل 16 رقعه بي، 16 رقعه بقلبي. حول ولا قوة الا بالله العلي. صديق كذي باع عندك، شوف تقول لي تجيب طاري، كاتبت لي بالالماني نسيم بيت نشت ناي ماي نامي، تقول لي تجيب اسمي بالله فدوى روحك دوالي.